السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لا فيديو جديد. هاد لا فيديو ان شاء الله واحد ماسك زوين بزاف، تيصفي الوجه، تيبيض الوجه. نتمنى تجربوه. وهاد المكونات ديال هاد الماسك، هذا عندي هنايا الطين الابيض، تيتباع عند العطار. ورا بحال هكا تيجي بحال باكيه فيها جوج بحال هاد الساشيات هادو، تيجيو في باكيه وحده. وغنخلط هاد الطين الابيض، نخلطو مع ماء الورد. تيصفي الوجه و تيبيضو. تجي بحال هكا، كنحطو على الوجه ديالنا، كنحطو على الوجه ديالنا حتى كي تحس بوجهك تيتجبد تيكرم عليه. وعاد كنغسلوه بالماء بارد ديال الروبيني، نغسلو بيه الوجه ديالنا. ومن بعد منين نغسلو وجهنا، اي ماسك كنديروه خصنا من بعد ما كنغسلو الماسك ديالنا خصنا ندهنو بالزيت، اي زيت عندكم نتوما دهنو به الوجه ديالكم، باش يرطب لكم البشرة ديالكم وما تيخليهاش. حيت هاد الماسكات، كاين شي ماسكات كينشفو البشرة، وباش تخليها رطبة خصك الزيت ولا كريم اللي كتفضلوه نتوما. هذا هو الماسك ديالنا لهاد الفيديو هذا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وجربوها البنات، راه زوين بزاف. وكاع الوصفات اللي كنعطيكم راه عن تجربه، راه كنجربهم انايا وكيعطوني نتيجه زوينه بزاف. نتمنى لكم نهار مبروك، والسلام عليكم. ما تنساوناش بالتشجيعات ديالكم، حطوا لينا جيم. اللي ما تابوناش معنا يتابونا معنا باش يوصل له كل جديد. نتمنى لكم نهار مبروك وما تنساوناش. السلام عليكم.